صاحبك علم علي اللي تمسكرت ونقطني. ما تركبش نفسك الغلط يا براء، كفايه كده. خميس مش هيسكت وتعرفه كويس. ومين قال لك يا مزه انا عايز اسكت؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ علامه صغيره تبقى تذكار، عشان لما تبقي في حضن حبيب القلب يبقى يشوفها. تروح تراضي رمانة وترجعها الشغل هنا تاني، عايز اجي المرة الجاية اتفرج عليها. امرني يا باشا، امرني. اخبار الشغل هنا ايه؟ كله تحت السيطرة، شوفيتم معي. مجيلكش في حاجة وحشة يا اخويا، اللي معايا بره ده الدكتور هيمن الهردة، مصدر تقيل قوي في الاستيراد. لانك معاه هيبقى في شغل كبير قوي انت هتوزعه، وحصتك هتبقى طقطقين كتير عليا ان اكون خدام ساعات. طبعا ده في حالة رجوع رمانة، الراجل يا اخويا كان جاي نفسه يتفرج عليها. ما تكسرش بخاطره وبيضون، فاهم؟ مين قال ما ترجعش؟ انا قلت ما ترجعش، هي قالت ما ترجعش، رجعت يا باشا وشلناها على راسنا من فوق. بلاش راسك يا اخويا، لحسن تتزحلق، انا عايزك تشيلها جوه عينيك، فاهم؟ امرني امرني يا باشا. شاطر يا مالت. قوي قوي قوي. الله، ايدك يا معلم، الله ما يصحش كده. يا بنت ما تفهمنيش غلط، امال انا بس عاوز اوجه صوابك على الحته اللي تعباني هنا. اه طب اهو. ايوه اهو كده. انا بس خايفه تكون ايدي ناشفه عليك ولا حاجه. ناشفه ايه؟ ده ملبن ومحشيه لوز كمان. لا لا لا، بخيل بخيل. يا بنتي قلت لك بخيل، حد يسمعنا مال. الله، طب كده حلو. ايوه حلو. ايوه وهنا وهنا من حتت بتوجعني. ايوه كده. الله الله، اهو كده شفتي؟ ايوه اهو كده، حلو قوي. ايوه ما تخافيني كمان، تقومي شوفي شغلك كمان. في بس يا معلم، احنا كنا كويسين. الله، قلت لي غوري غوري. ايه يا لهوي، سي براء. ما تسيبها يا حاج، تدلك لك رجلك يمكن تطلع على ظهرك، لا يكون قافش ولا حاجه. مش طالبه نقورتك يا خفيف. ولا نقوره ولا حاجه، افضي سك انا. تعال اجري انت يا بنت. بالاذن يا معلم، بالاذن يا سي براء. بالسلامه يا ست. انت كنت غطسان فين يا قد ده كله؟ ولا حاجه، كان عندي مصلحه كده يا طياري. اني مصلحه دي؟ الله، في كل شهاد كبرت وبشغل حسابك، قول لي على الاقل افرح لك. حسابي ايه بس يا حاج؟ لا حسابي ولا حاجه، دي كانت مصلحه كده عدايق يعني. مش كان في معادي الليله مع الرجاله عشان المصلحه اللي بجد؟ هي كانت الليله؟ يا اخويا كانت الليله والرجاله جم، وقعدنا مستنيين جنابك عشان منى عيني اشوفك كبرهم. خلاص يا حاج، ما حصلش حاجه عندي المره دي. عندي وعندك دي هناك على القهوه او في حضن مراتك، انما الشغل شغل، واللي ما يخافش على اكل عيشه ما يستاهلش لقمته. ما خلاص يا معلم، ما حصلش حاجه، دي اول مره يعني. والمره عندي ملاش تاني ياض. خلاص، انت مالكش في المصلحه دي. ايوه، ولو عايز تبقى فيها كبيرك هتاخد يوميه اي صبي شغال فيها. ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ صبيان يقولوا عليا ايه؟ عشان يبقى لك صبيان يا خفيف لازم انت تبقى كبير. الحكايه مش بالكلام يا ابن النوح، ده اخر القول، ومش عاوز اسمع حسك تاني، فهمت؟ فهمت يا حاج، فهمت. سوريا
سوريا سوريا مشي مشي رجلي فين؟ بالراحة بقى ما تخليش يخير عشان ما ازعلش الحقني يا سي خميس في مالها رمان؟ معرفش يا اخويا انا كنت بجيب لها حاجات واحصلها على الكباري بصيت لقيتها داخله عليا بتشلب دم من كل حته وقطع النفس يعني امها جبت لها الدكتور وكلمتك على طول ايه فين؟ جوه سطيحه ما قالتش مين اللي عمل فيها كده؟ ما قالتش منهم لله لا يوعوا ولا يستوعوا اللي عملوا فيها كده لما اروح ابخر البيت البيت فيه اسياد حابس حابس هيكون مين يعني؟ حبة عيال قطروني على الدائري وعملوا فيك ايه؟ ما تخافش يا اخوي غرضهم سرق ولما صوت نزلوا فيا ضربة بالحزمة وخدوا كل اللي معايا حد مسك؟ اطمن حبة خرابيش على الجلد البلد فكت ما كلمتنيش ليه؟ اصل اخدوا مني الموبايل وخدوا الفلوس وخدوا كل اللي معايا واول ما وصلت هنا البيت خليت بيسا تكلمك انت وصلتي هنا ازاي؟ بالراحة بالراحة مفيش يا اخويا شاورت العربية نص نقل صاحبها طلع ابن حلال جابني هنا لحد البيت ولاد الكلب ما شفتيش حد منهم؟ الدنيا كانت عتمة وملحقتش اشوف حاجة اكيد العيال دي قاطرينك في المحل والجردات كانوا فين؟ مش عارفة الحمد لله انها جت لحد كده ليه وانت كنت عايزاها توصل لحد فين تاني؟ وحياة امهم لا جايبهم ولو في سابع ارض والنبي سيبك منهم ما تشغلش بالك بيهم دي اكيد عيال مبلبعه اي حاجه وشرقانه فلوس ودول ياهما اليومين دول وحياتك عندي لا جايبهم لك راكعين تحت رجليكي ابوس ايدك وحياتك انت عندي سيبك منهم وخليك معايا يا اخويا الدكتور قال لك ايه؟ مفيش قال لي دي شويه كتمات وهتروح لحالها واداني حقنه حقنه فين هنا يا اخويا في دراعي حقنه مضاد حلو شغال ايه الدكتور ده يعني اسمه ايه يعني وانا عارفه يا اخويا جابته لي البنت بيسا انت مرتاحه يا حبيبتي مرتاحي تعالي انا مرتاحه وانا في حضنك يا خميس خليك معايا والنبي ما تسيبنيش ده بقى احلى حضن في الدنيا تمد ايدك كده تاخد منها كل اللي انت عايزه وتعلي دماغك لسابع سما كانك طاير فوق كل البشر وتغمض عينك كانك في حته من الجنة الله يخرب بيت التركي اللي حاسبكوا دماغكم بقول لك يا بيبي حياة أبوكي لا تخفي عليا شوية من الحوارات دي ماليش فيها خالص 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 أنا مش مبسوطة أنا حاسة إن الناس كلها زي بعض وكله بيقول نفس الكلام أنا اتخنقت يا لؤي أنت عارف إيه أكتر حاجة بحبها فيك؟ إيه يا روحي؟ سكراتي اللي بضمير؟ ان انت الوحيد اللي بتكلم معاه وانا مش مكسوفة انت الوحيد اللي بقدر اقول له كل حاجه ما اقدرش اقول لاي حد اصلا انا دايما حاسه ان انا لوحدي انت في الباي باي خالص باي 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 زماري 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 باي باي قالت لك انا حضنة الدنيا وطايره فوق كل الدنيا فوق وكده بقى تبقى دي اول القصيده النهارده سبب اليوميه
بكره يديك كتف ويرميك بره السوق، ومش بعيد يخلي خميسه فندينا كبير السوق. افندينا افندينا، مش قادر اسمع الاسم ده، انا قرفت منه. لا ده انت لازم تسمع الاسم ده ليل ونهار، عشان هتفوق في يوم تلاقي ابوك جايبه هنا وسطينا. كفايه بقى، انا دماغي مزروطه على الاخر ومش قادر. ها وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول مش قادر. لا يا حبيبتي، قدره عن قدره تفرق، وانت عارفه كويس قوي ان اقدر. بس انت ارضي كده وانت تشوفي. اوعى كده بلا نيلة، اوعى. دي اللي انت فالح فيه يا بنت. ده انا براء النوح. براء النوح هو ده اللي انت فالح فيه، تقدر على النسوان وخلاص، انما الرجاله ما تعرفش تقف قدامها. تعالى يا بنت. اوعى تفكك من كلمتين لحبيبتك. اوعى بقى، اوعى تجيلي. يعني انت متاكده من اللي انت بتقوليه يا اختي؟ ما انت كل مره بتقولي لي كده وكل حاجه بتبوظ. ماشي يا حنتومه، ورحمه امي لو ما حصل لحقتم رقبتك وحاجه في حتتك وافضحك. ما انا المشكله يا حنتومه ان مراته لابده في الاوضه يا اختي ما بتخرجش. لازم يعني الليله ايه ده اللي يبوظ؟ ورحمه امي لحط العمل الليله، هحطه يعني هحطه الليله. خلاص يا حنتومة ما تبقيش لكاكة. يا ساتر يا رب. مزاج الخير. اصل انا كنت زهقانه شويه، قلت اما اجي اقعد اتكلم معاكي شويه ونتساير ونروق وندلع روحنا. مالك مش مصدقاني؟ بيني وبينك عندك حق، ما هو يا اختي احنا كل اللي بينا غل وقرف، بس هو كان مين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي؟ مش هم 44 اللي قاعده بره؟ عارفه ليه؟ عشان تفضل معلقه كل واحده مننا من عرقوبها. بس احنا خايبين، احنا ستات زي بعض، المفروض نخلي بالنا من بعض، قلبنا على بعض، مش كده ولا ايه؟ انا الصراحه مش عاجبني حالك. ايوه قاعده كده يا اختي كامره نفسك في الاوضه وفي قميص نوم ومتدفيه زياده يا اختي، مش سنك خالص، خدي بالك من نفسك شويه. وبعدين سايبه الراجل طايح كده، كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب. هاتي الكوبايه اللي جنبك دي هظبطك. الراجل من دول عينه بتبقى زايغه وعينه ما بتروحش غير اللي ايده مش طايلاه. خدي اشربي ده على نفس واحد، نفس واحد ما تخافيش، ده انا هظبطك النهارده. شاطره والست الواعيه اللي عايزه تخلي بالها من جوزها لازم توري لي عينه ما شافتهوش يا خايبه. انا نويت اظبطك، حبيتك، اشربي تاني. حلو، انا هروح اجيب لك شويه احمر واخضر وهجيب لك قميص نوم من عندي نقاوه.
بس قوم النبي اوعي تقولي لام وقوي بره ان انا اللي عملت كده، واوعي تقولي لسي خميس ان انا اللي عملت كده، خليها تبان كانها جايه منك احسن. حبيبتي انتي خمس دقايق وجايالك. ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك؟ فط وقع في رجلك. ما تاخذنيش يا سي خميس، اصل انا نجمي خفيف شويه وما بتخط ركبي بتخبط في بعض. يا ولده يبي البسي له حاجه تقيله وكني في سريرك والدافي في حضن جوزك. سريري فيه شوك بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكه، واخرتها بيخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبه هوا 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 عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي. كرامه كرامتي I love you. طبعا مش مراتي حبيبتي وحلالي اللي قسمهولي ربنا، طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك واهنني. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، واه يا دنيا الله. انا عارفني انا تد مني، انا مش انا، انا مش ليكي، انا مش ليكي، انا انا ليكي انتي. شوق تعالي عايزاكي. انا قلتلك قبل كده مالكيش دعوه بكرامه. انا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي انا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان انا غريبه ووحيده بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شوق، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده، وحبتين النسوان والسهواكة ومحن الحريم ما يمشوش هنا. انت وقعتي كذا مرة وانا قلتلك بدل المرة اتنين، التالتة من غير صوت في غمضة عين هتبص تلاقي نفسك مرمية في الشارع، فاهمة؟ بالحدمة اللي عليكي. وانا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجة تظلميني أحسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش شر، ويا ويلك لو شفتيه. الله أكبر. ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا باجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. أنت مهامك أخضر والكل بيتبارك بيه. مهام أخضر؟ فسر. الأحمر المستورد وبالسعر اللي أنت عاوزه. فراولة يا ابني، أنا ماليش في الكيمياء، ما أنت عارف. بس الكيمياء بقت موضة ولازم يبقى لك فيها يا معلم. لما انت لازمك فيها يا بجاشي. الاحمر ده بيخلي البشريه شد حيلها، وحبايه واحده تخلي المقتب العدنان حصان بيرمح.
والراجل البطاية يبقى أسد. أنت خاشش المجلس ولا بيت دعارة يا ابني؟ الكيف بيخلي الكل يتساوى، وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما ايديهم توجعهم. حاكم الأصوات دي ما بتجيش إلا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والأهم من ده كله تملى الدماغ. وانت اخترت الأرخص؟ لا، أنا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. آمين. نركي نركي رجعت. طيب يا خلي بالك المرحوم. ماشي يا فنديلك. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه، فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه. ميرسي. ميرسي ايه بقى الحته هنا؟ ده البيئه كلها يفتكروكي خواجايه ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس تشاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عايز ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي. ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلهم في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه بقى. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظهر عليك يا فندينا مش عندك. هنا من امتى؟ قبل الاستراحه بشويه. حلو قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده يا بطريق، فوطه دي حاجه تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسبها كده. ابويا منبسط قوي لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه يا دفء، فوطه دي تربيه ايدي، تربيه ايدي. بنت نظيفه وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، أنا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب أبيض غالي من سواد أيامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. ياه ما تيجي تعزمني على حاجة أحسن. لا ياه لا ما أقصدش قد كده، بس القهوة ملغمة بعوق. تعال نشرب حاجة عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والمية على حسابك. والجوزة فرق. لا إلا. والقهوة فرق. لا إلا. والجوزة فرق. لا إلا. طمني أخبار أفندينا إيه؟ مفيش جديد يا باشا. فضل سهران في الغرزة، وبعدها راح المقطم مع المحامي، ومنها على بيت الرقاصة، وبعدين روح. أنت كنت بتراقبه بالإيقاع ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم، ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس، وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله باشا شاحح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. أمرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد ميعاد ولا مكان. يا فرحتي كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ أنا عيني عليهم ليل نهار، وأي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة إنه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أيوه حاجة مهمة، بدليل إنه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومه اكيده. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعه متاخره زي دي اكيد فيها حاجه مهمه، وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكله.
سمعت نفسك كنت نايم، كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع، كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره؟ انت عارف انا خايفه اقرب منك ليه؟ خايفه ارتاح وانا في حضنك، خايفة أصدق إن أنا مراتك، خايفة تروح مني زي ما أخوك ما راح. أنا عارفة يا براءة، عارفة إن أبوك ضاغط عليك وملجمك، بس أنا كمان غصب عني كل ما أجي أقرب منك ألاقي دم أخوك سايح بينا. يوم ما الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حتة وتغسل روحنا من ذنبه، تصلح كل حاجة اتكسرت فينا. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دي دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14، حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءة شوية وترجع صاحبة العزة والكرامة. بس انا مش راجع الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده نقفل الكباريه واكتب يافطة بالبنط العريض مغلق للصيانة لعدم وجود رمانة نجمة المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمة من غير طلتك علينا؟ والطلة اللي انت قاطع صورتها على الباب شالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده وقال لي بنت جديدة ملهاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق.
انا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ انا قلت يتقطع عيشها، هو قال يتقطع عيشها، انت قلت يتقطع عيشها. ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص انا هبقى ارتاح كم يوم وبعد كده هبقى انزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز ايه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس انا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك، وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سيو. سلام يا بيسا. سلام يا كابتن. طب خلاص خلاص، فين انت دلوقتي؟ ناوي تعمل ايه خميس؟ ناوي تربعها على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمه. هو انا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع بالملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر، الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عارف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرر بيه دلوقتي. أنا ما يعجبنيش الشغل ده. أنتوا ليه مش مقدرين المهمة القومية اللي إحنا عايشين علشانها؟ فالحين بس آخر الأسبوع كل واحد يمد إيده عايز يقفش الألمونيا. راعوا ضميركوا شوية. شلبي. ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاة الضمير صفحة. فندينا. كلمة يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا. هنا وسط صبيانك، هدفنك مكانك. دي مش طريقة تفاهم، هموت في إيدك. ولا. مين ياض العيال اللي قطروا رمانة امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم على ايه؟ انت كده مستعجل على السر ليه ليه؟ مين ياض؟ انت قول براء نوح ورجالته. براء نوح. الله سلامه.